لا لا الاستشهاد الميزانية تحس الإخوان كلهم يميلوا لو نسيت ناحية أو استقاموا على كل جماعة كتبرش الناحية ديالها باش يدوزوا في الدورة ديال تسد مشاريع الرعاوي اللي حاجة مهمة. هاد المشاريع كلهم منتقاش من بين ديالهم من المخططات المحلية التنمية راه كلها خرجناها من المخططات المحلية التنمية. دونك راه ديجا الجماعة كتنونكاجي فيها وربما
خلال الدوره ديال العديد، كذلك الاشتراك على الدراسات التي كانت موجوده باش ندخلوا مجموعه الدراسات ونشرعوا في احدى الصفقات، والمهم كذلك هو تعليم فائده مع الصندوق التنميه القرويه على جميع الجماعات ديال الاقليم ديال زكاه تقريبا بواحد الى ما كنتش واحد 90 حتى 80% من المجال القروي. باش نكونوا عالميين وباش نكون هاد المشاريع
ومن ذلك مخصص جمع التجريب وهو سمعية الهم قسم طبيعي جدا يستخدم له القطعات غير اللي كانت في بلياء كأركم كباقي الجماعات دولي مثل وشكرا جزيلا سلام.
الاستخدام من حيث اتفاقيه بين الجسور العلميه والغابات، وكذلك البحث عن منوعه الطريق لكي يكون غيره مستوى، وكذلك والاستراتيجيه الاخرى ان يكون واحد المجتمع كبير في فيه مستوى العمليه ديال الانتاج، وجهه اخرى العمليه ديال لا فورماسيون، العمليه ديال المكتوب انه تشكيل المدير الجهوي والصناعه ديال الصناعه التشغيليه، وهي اللي عنده الدعم، وهذا مشهور انه لا فورماسيون الحكومه تبين هذا باش يكون عنده تجربه، لان التجربه تلعب واحد الدور كبير في هذا المجال. انا ما كنظن بانه الرسمانه الاولى غادي يكون نجاح فيها نجاح كبير، واذا كان نجاح في هذه الرسمانه الاولى غادي يكون كذلك نجاح بالنسبه للرسمانه الثانيه ان شاء الله غادي يكون نجاح اللي كنتمناه. اذا ما كان الاشكال ديال هذه القضيه ديال الدورات وهذه بالغدا خصو هذه الاتفاقيه في اطار من قانون ضاع عليها من طرف جميع الجماعات، ما كنظنش ممكن يشوفوا اخر من الشباب غير الجماعات الاهليه، هذا غادي يسهل علينا المامورين وغادي يكونوا صباقين في وضع هذه الاتفاقيه تاع الصحيح الوطني بالنسبه للوزاره، وغادي يكونوا كذلك صباقين في الاعتمادات بالنسبه لهذا السلام. وشكرا. بالانتظار المواد القويه غادي نحاولوا ندير شي اتفاقيه شراكه مع مدير السلام
كل شيء يسوي كل شيء يعني هو موجود هذا